احكي بقى سيمو، شو الموضوع الضروري اللي بدك ياني فيه؟ حبيبتي نحن لازم نحكي عن مستقبلنا. مستقبلنا؟ مستقبلنا انا وياه؟ بدك كان مستقبلك انت ومين؟ ايه شبه؟ يعني هيك حاسس انه لازم نقرب من بعض اكثر. ايه بس كيف؟ يعني احكي. ميديا نحن لازم نخطب. اه شو قلت؟ شو قلت؟ قلت نحن لازم نخطب. دقيقة وسام، خليني وثق الموضوع. من الاوبشن المايك. أولى أولى؟ نحن لازم نخطب. وسام غرامك أحلى غرام. ليكي ليان أنا رح طق رح أنفجر، بدي أشتغل أي شيء، أي شيء ما عندي مشكلة. يا الله سموحة والله ما يصير هالكلام، يعني أنت خريجة حقوق ما يستوي. تبين شيء ليا؟ طمنيني كل شيء كان على ذوقك؟ كل شيء أوكي الحمد لله. وش أخبار الوالدة متى بتينا هني؟ إن شاء الله عمّا قريب، والله ما أعرف شو أقول لك، بسافر وبخلي الوالدة بروحها، ما أدري شو أسوي. إنزين ليش ما تبي لها وحدة تقعد معها تونسها تطلع معها تصير وياها ترد وياها؟ ليش؟ يا ريت أحصل وحدة، لو تقبل بدفع لها 5000 درهم بس تجلس ويا الوالدة. شو؟ معك حق، المبلغ قليل بس ما عليه، بدفع 8000 درهم بس تستوعب الوالدة وتجلس وياها. ان شاء الله يصير خير، رقمك وياي بكلمك اذا صار شيء. يلا بالاذن، مع السلامه. باي. يعني حرام ام عاجزه؟ لا انا اللي اعرفه انها مو بعاجزه، لكن يمكن تبى حد يونسها يراعيها يطلعها. يعني خرفانه او معها زهايمر؟ لا ما اعرف انها خرفانه ولا معها زهايمر. طيب اذا ما انا خرفانه وما معها زهايمر، انا عندي بنت حفر تنزيل. صدق؟ منو؟ سميحة. اسمعي يا حبيبتي، علاقتنا بإيدنا فينا نعملها تعيسة وفينا نعملها سعيدة، يعني كل شيء أنت بإيدك فيكي تتحكمي فيه، وأي علاقة مبنية على التفاصيل، أدق التفاصيل لأصغر التفاصيل، التفاصيل اللي كتير صغيرة. عم تفهمي علي؟ طيب أوكي بحاول. خبريني شو بيصير معك. أكيد ها. أوكي باي. باي حبيبتي. بيبي؟ هاي حياتي. هاي حبيبي. كيفك اليوم؟ أنا منيحة بس أنت شكلك مو منيح، شوفي شو صاير معك. كارثة يا حبيبي كارثة. كارثة؟ حسام احكي لي، شغلت لي بالي. انكسر الجيتار. شو؟ كيف؟ امبارح حبيبي بالحفلة كان في شوية شباب متقلينا شرب، فكلمة من هون كلمة من هون علق المشكر وصار الخبيط. ايه؟ شو ايه حبيبي؟ انكسر جيتاري. يا سيدي الحمد لله انقضت هيك مو باكتر. ليش شو في اكتر من هيك؟ يعني بيبي لا تزعل مني، يعني كله شافت جيتار. حبيبي شو شافت جيتار؟ هذا مش حيالله جيتار. ايه شو يعني؟ خرط الخراط وقلب مات؟ يا حياتي يا بيبي، هذا الجيتار هاند ميد، عمل لي اياه واحد بالشام. ايوه. والحل؟ ما في حل حبيبي. الحل الوحيد اني ابعته على حارة القشلة بالشام عند ابو جورج يسويه، لانه هو اللي سواه هو اللي بيظبطه. مو كأنك صعبت القصة كتير؟ حبيبي انا ليه قلت لك انه مصيبة من الاساس؟ طيب روق بيبي، حاطلب لك عصير. اطلبي حياتي اطلبي. ونشوف شو الحل. هلو، تو فريش اورنج جوس بليز تو ذا كول سنتر. ثانك يو، باي باي. لا، انا مو موافقة مول. ليان انتي ليش مصرة توقفي بوج مستقبل يا؟ هذا مستقبل تسمينه؟ الحين انا جالسين عيوز مستقبل؟ حرام عليكي، هذا اسمه عمل انساني مو جالس عجوز. بعدين حرام بتكون هلا هي كثير عايشه حاله اكتئاب وتشرذم. انتوا من وين تجيبون المصطلحات ابو افهم بس؟ شو يعني تشذم؟ يعني تشتت نفسي. هي وانتي بتطلعينها عاد من التشتت النفسي اللي هي فيه مسكينه. ايه انا، يلا اعطيني الرقم تبعك. لا انا بكلم الصبايا يشوفون حل وياك. مش طبيعيه بيبي، خلصنا روق. الو الو مرحبا نور. اهلا ميدو. نور باركيلي، اتفقت انا وسام على الخطبه. جد؟ ان شاء الله الف مبروك.
ماما ألف مبروك وسام نفر كتير كويس. الله يبارك فيك، بس خليك أنت نفر كويس والتهي بسواقتك. ماما أنا كتير فرحان إذا نفر مثلك فرحان. لك التهي بسواقتك، نفرت لي قلبي. إيه نور، لكن اتفقنا أنا وسام أنه تكون الخطبة بآخر الشهر. ممتاز كتير، يعني بلحق جهز حالي. إيه بس أهم شيء أنه حسام يجهز حاله، بدي إياه يغني بالحفلة. حسام؟ حسام يمكن ما يقدر. آه ليش؟ يعني مرتبط بخطبة تانية؟ يا ريت، بس حسام انكسر جيتاره، يمكن ما يلحق يصلحه. ولا يهمك نور، خلاص أنا بجيب له جيتار على حسابي. ماما 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 أنا في نفر صديق أنا هندي بيبي جيتار بيري 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 جول. لك ولعي إن شاء الله. لا حبيبتي نور مو إليك، لكن نور خلص موضوع جيتار علي. حبيبتي ميدو فهمي علي، الجيتار ما بيصير يكون عندك لأنه ما بتقدر تجيبي له واحد جديد، لازم نبعته على الشام عشان نصلح له إياه، وتحديدا على حارة الأشلة. آه من الأشلة؟ ليش هلا حسام ما فينه يعزف إلا على الجيتار من حارة الأشلة؟ ما بعرف، خلص منشوف شو منساوي. طيب طيب يلا باي باي. ما أنا في وقت جيتار كشلة. لك خلص لا يا إن شاء الله. إيه نانا كيفك؟ أنا رح أعمل لك سيناريو للحفلة بعد ما صار منه بالتاريخ. واو شو حلو. بتعرفي شو عم فكر؟ لا عم فكر هيك يكون في فرقة رقص صغيرة عم ترقص وبعز دين حماية الجو. شو بيصير؟ بنزل أنا من السقف. لا مش أنت، حسام اللي بينزل من السقف، وطبعا طبعا بيكون حامل بإيده الجيتار. إيه هيك ما رح تزبط. وليش بقى؟ إيه ما رح يلحق يروح على حارة الأشلة. شو؟ إيه مثل ما عم قلك. مرحبا بكار، شلونك روحي؟ مش طالك مش طالك خيوش دولة. أنا يومين رخار بدي أنزل أحلب. لك لا يا بولا، إيش خلصت هجرة ما خلصت هجرة، لسه ما لحقنا نعمل بزنس. سماش دولة بدي منك شغلي، تدور لي على معلم طبخ حلبي هيك يطبخ أكلات حلبية على كيوف كيوفك. إيه يكون طبيخ دي؟ إيش عم تحكي؟ عم تمزح؟ بيعرف يعمل كباب سفرجلية؟ دي عم تمزح؟ كباب بنجان؟ دي والله عم تمزح؟ محشي برغل؟ دي والله عم تمزح؟ اسمع اسمع ايش بدي اقول لك. خيو انت روح احكي معه واطبخه على نار هادية، يعني سلولي لبين ما اجي. ايه يلا يلا سبعي يلا، يومين رخار بتلاقيني عندك. يلا جود باي روحي، مع السلامات بامان الله. وي احلى بكار بالعالم، ليش غطلع فيني؟ سو سو رو. خلاص بنات خلاص، ما عاد فيني اسمع ولا كلمه. خلاص لا سميحه، معقول ما استقتلتي لتاخذي الشغل؟ فهميها فهميها. امبوسيبل، مو انت سميحة اللي بعرفك، وين الكبرياء والعنفوان تبعك؟ ميديا شو دخل الكبرياء والعنفوان بالشغل؟ لك على القليل لاقي شغل مناسبة لإلك، ما تشتغلي عن هي الختيار اللي مسافرنا اللي على حفة أبرار. ما على حفة أبرار. إيه بتكون قبل الحفة بشوي. حبيبتي أنت جدي بتسوين شرات العيوز، يعني بتكبرين قبل بوقتك، يعني بدك تسبين من طباعها. بتفوت المرحلة اللي أصعب أكيد. وبهروا أسنانك واحد واحد. بنات، ليش كلكم علي؟ نور، مشان الله أحكي لك كلمة، ليش كل البنات واقفين ضدي؟ ليش انت تركوا لي مجال احكي؟ شو بكون صبايا؟ حبيبتي احنا قاعدين نتكلم عشان مصلحتها. اوه لا يا هلا انتم بتعرفوا مصلحتها وهي لا. يعني انت موافقه تشتغل اختيار سيتو؟ طبعا موافقه. على فكره نور انت الوحيده بهذا البيت بتفهمي علي. وبعدين وين الغلط؟ خليها تجرب، يا بتعجبها يا بتترك الشغل. ايه عن جد خلوني اجرب. بعدين انتم ليش ما تعتبرينا اختيار ستر؟ اعتبروها رعايه انسانيه. برافو عليكي. ايه الطفله ميديا، خلينا نكفي خطة الخطبة. ماشي طيب اعطيني الرقم. اعطيها الرقم. خلاص مدام مصرة كيفك، بس بشرط
بدي تحكي معها بالاول ايه؟ حكي لها اياها يلا. لحظة. يلا. الو مدام عايدة؟ نانا اعطيني صحن. انا كمان. يسلم. بدو خبز. تفضلي. يسلموا. يسلم. سموحة حبيبة أي متى رح تبلشي شغلك الجديد؟ اليوم إن شاء الله. وراجعة بالليل ولا نايمة برا؟ لا رح أرجع كيف بدي نام برا. ألو شو مشان خطبتي؟ كأنكم التهيتوا بشغلة لسميحة ونسيتوا خطبتي. آه ليش؟ إحنا عنا أغلى عنج؟ لا بالحكي بس. أنا من جهتي عم خلص لك سيناريو الحفلة. وأنا عم لاقي حل لجيتار حسام. حكيتي مع أهلك ولا لسه؟ لا ما حكيت، ما بعرف كيف بدي أخبره. على التليفون. لا ما خرج خبره مع التليفون، لازم هيك فيس تو فيس. شو يعني بدك تنزلي على سوريا؟ عم فكر انزل بس ما في وقت. طيب والحل؟ ما بعرف. هاد وسام. هلا حبيبي. هلا هلا. ادري. الو. ايه ادري. صباح النور. سموحه الادري ليش ما عم تردي عليه؟ موبايلي بالغرفة وحاطته سايلنت. سمعتها؟ على الموبايلة بالغرفة وحاطته على السايلنت. امتى نازل على الشام؟ طبعا بدي شيء. وين بقدر شوفك؟ اهلا انت اكيد سميحه. تماما انا سميحه خريجه حقوق من جامعه دمشق. خريجه حقوق ما شاء الله يعني محاميه. ما وقف التنفيذ. اهلا وسهلا فيك حياك تفضلي. شكرا. امتى فيني اشوف المدام؟ اي مدام؟ المدام صباح. انا مدام صباح. حضرتك المدام صباح؟ ايه. يا ما شاء الله عليكي مثل القمر. مشكورة حبيبتي كلش ذوق، بس يا ريت ما تناديلي صباح. لكن شو بدي ناديلك؟ ناديلي صبوحة، شحرورة، اي اسم دلع حلو. احلى صبوحة بالعالم. بس ممكن هلا الصبوحة تعطيني الادوية ومواعيدها مشان اقدر اعطيها الدواء بوقته وخصوصي حبة الضغط. اقول لك سموحة ترى مو وقته، خلي ولي الحين حبوب الضغط، ترى ما حد يموت ناقص عمر. لا حبة الضغط خط أحمر لازم تاخديها وبوقتها كمان. إن شاء الله إن شاء الله. قولي لي تحبين الموفيز؟ موفيز؟ أفلام. أفلام رومانسية أكشن. أنا بحب أفلام كرتون. إيه الكرتون بعد وايد حلو. أقول لك شو رايش نطلع فوق في غرفة الموفيز ونشوف لنا فيلم؟ ليش أنت عندك غرفة خاصة بالأفلام؟ ايه وعندي مكتبة كاملة الله وكيلش بيفتحون فيها محطة. تدرين يا سموحة انا اموت في الافلام الرومانسية، انا في اليوم الواحد اشوف 3-4 افلام. تعالي تعالي نطلع نشوف لنا فيلم. يلا روقنا. واو اتس بيج بروبلم. عن جد انكسر الجيتار؟ ايه والله يا عمو ادري. وات اشو؟ ايش يا عمو ادري؟ عم الدبب ان شاء الله. قل لي بس ادري حاف. حاضر. ادري؟ اشي روحي اشو. ادري نحن بصراحة قصدينك بخدمة. يعني أنا بعرف إنه أنت أكثر شخص كفو بهالدنيا كلياتها. ولو يا أنسنور أنت بتأمري أمر. ماي أيز فور يو. ياي. معقولة تطلبي مني طلب وما ألبيكي؟ إيه والله والله ما تدرى خالته فريدة إنه الأنسة نور في إترة من جيراننا الأنسة سميحة طلبت مني طلب صغير وأنا ما لبيته والله لا تزعل مني ما كنت. My ears for you. أنت بتعرف إنه حسام شاب كتير رقيق وحساس ويقبرني ما بيقدر يعزف غير على جيتاره. ياي أوف كورس ما بيحسن يعزف على غير جيتار.
فبما انه انطبش جيتاره لحسام واسمك انت نازل على الشام، بدي اياك تمرق على الاشله. هنيك في محل اسمه ابو جورج، بطلعت الاشله بس نزل لي هالجيتار معك، صلح لي اياه ورجع انت عليا معك. ايمو تكرم يور ايز انسي نور. لك انا مو بس بدي اصلح له الجيتار عند ابو جورج، بدي اجيب ابو جورج ذات نفسه واحطه باللكش تبعي بالطياره. لك يا عين عليك يا عمو قدري، والله انت احلى عمو قدري بالعالم والله. وبه قال نانا رح تعملنا سيناريو للحفله بعمره ما صار، وانا محضر لك مفاجاه بعمره ما صارت. شو هي؟ يا سلام، اسمها مفاجاه، شلون بدي اقول لك شو هي؟ اه ماشي. ردي ردي. هاي نور. اي نور. شو قدري نازل بعد يومين على الشام؟ نور انت وينكن هلا؟ ياي ديبك انا ميديا خانم، انت بس امري. قدري اشي روحي اشو طول عمرك كفو بقى، اذا ما فيها سئلة يعني، طالما انت نازل ونازل على الشام فينك تمرق لعنا على الضيعة. ايه بمرق، واي نوت. ايه دخيل عينك، روح عند اهلي وشرح لهم قصتي انا وسام، وقول لهم انه خطبتي باخر الشهر وانا رح ابعث لهم هدايا معك. ماشي. ايه مو على راسي، تكرم عينك. هدايا لاهل ميديا اذا ما في مشكله بالوزن. ها لا لا ما في مشكله، ما شغله، نو بروبلم. والمرور على اهلها وشرح موضوع الخطبه. يا الله يا صبوحة، غرفة الأفلام بتطير العقل. شو بتمنى يكون عندي نفس الغرفة؟ تعرفي أرشيف الصور اللي ورجيتني إياه ما في أحلى منه بالدنيا، كثير حلو غني. حبيبتي إن شاء الله تكون عندك غرفة أحسن منها. تدرين أنا كل سنة أحضر مهرجان كان السينمائي من 20 سنة. مبين من الفيلم اللي حضرتيني إياه، مو معقول شو حلو. أنا أول مرة بحياتي بقعد بحضر فيلم وأنا مستمتعة وبكمله للأخير بدون ما أقطع ولا دقيقة منه. انت مره انا 300 مره صرت شايفه الفيلم، ومع ذلك ايه ما امل منه ابدا، وايد حلو الفيلم. ممكن اجيب لك الدواء تاخذي هلا؟ بعدين الحين ضغطي زين. لا الدواء خط احمر. ادري اي متى نزل على الشام؟ طب هلا انت وين؟ ليه هي ما حبيتها منك، طاول 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 يا انسي نانا، انت لسه ما بتعرفي لقدري. طبعا انت لسه ما بتعرفي لقدري، قدري بطل العالم بالشهامة. وضيفي عندك بإغاثة الملهوف كمان. يا مو يا مو، على الله شقد بحب إغاثة الملهوف. قولي دموزيل نانا، هاو اي كان هيلب يو؟ قدري اشي روحي اشو. هلا انت رايح على الشام ولا على حلب؟ لا يا مو لا، عندي فتلة طويلة عريضة بسوريا، أول شي داروا على حلب أتفق مع الشيف مشان المطعم تبعنا، بعدين داروا على الضيعة لعند أهلها لميديا أحكي لهم على خطبتها مع وسام، وبعدين بدي أروح أجيب له جيتار لحسام من حارة الأشلة. بس دخيلك ما تنسى الجيتار. غميان أدري إشي روحي إشو. إنه هلأ هيك رايح أنت على الشام، ما فيك تقطع شوي على شطورة؟ شطورة؟ يعني لبنان؟ ايه انه ما قريب كتير، كلها 40 كيلومتر من الحدود. ايه وايش في بشتورة؟ شغلي كتير بسيطة، انا بس بدي اعطي اغراض لبنت خالتي هونيك. ايه ايش عليه انسي نانا، ديبك انا تكرم عينك. ياي معقولة؟ ايه والله والله ما تدرى خالته فريدة انه رفيقتها للانسي سميحة والانسي نانا طلبت مني اغراض من شتورة وما رح جبت لها اياهم. والله لا تزعل مني ماكن ويمكن تقتل. الو انت وين بنات؟ ما قدري. زين ذكرتيني ان قدري مسافر سوريا. يلا جايتنكم فورا. لا يا انسي ليان، هي ما حبيتها منك طاول، انت لسه ما بتعرفي لقدري. يعني قلت حق عمري دام انك ساير سوريا وساير ممكن اطلب طلب صغير؟ ممكن، ليش ما ممكن؟ وين شغلتك بقى؟ بالشام ولا بحلب ولا ما بينهما ولا بلبنان؟ صراحة لا هذا ولا هذا ولا هذا، شغلتي بالأردن. بالأردن؟ هي أنا سألت وخبروني إن طيارتك بتنزل ساعتين ترانزيت في الأردن. إيه؟
قدري؟ اشي روحي اشو. يعني اذا ممكن، اذا ممكن يعني بدال ما تقعد تتريى في الطيارة ساعتين تروح محافظة الزرقاء. يوم على الله الزرقاء؟ هي يعني في اوراق ضرورية لازم تني من بنت عمتي اللي ساكنة هناك، ويعني ابا اكتب لي اياهم. ايه؟ ايش عليه؟ ما في واحدة من بناتكم لازم اغراض من اسطنبول؟ اسمي رايح ورايح على بلاد الشام. معقول تروح على اسطنبول مشانها؟ الا بقى عن اذنكم لحظة. الو؟ اهلين بكار. وات اشو؟ ياي اوه خلاص صواب عالعمى عالعمى. إنا لله وإنا إليه راجعون. معلم الطبخ اللي راي أشوفه بيه حلاب ما حسبنا الله ونعم الوكيل. حسب شلون ما يلا سلاولي على مهلك وباشفلي معلم طبخ غيره. إيش دال لك؟ ما تنسى تبعت كورون ورد باسمي حط عليه أدري جروب. مع السلامات أمان الله. انبسطت ولا؟ ما عاد في سفر على حلب ولا عالضيعة ولا عشتورة ولا عالزرقة ولا عالقشلة مشان أجيب الجيتار وميان.